على إثر معلومات وردت لقوات الشرطة بفرقة البحث والتدخل BRA بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بسكرة، مفادها وجود مجموعة إجرامية يقومون بتخزين ونقل وترويج المخدرات كيف معالج باستعمال شاحنة كبيرة. بتتبع تحركات وتنقلات أفراد هذه الشبكة، تم توقيف أحدهم بإقليم دائرة فغالة، كان يقود شاحنة لنقل البضائع، وبتوقيفها وإخضاعها للتفتيش عثر بمقطورتها على كمية معتبرة من المخدرات كيف معالج بوزن 51.5 كيلوغرام، كانت مخبأة بإحكام في مكان سري مموه بصناديق بلاستيكية. بمواصلة التحري والتحقيق، تم تحديد هوية أفراد الشبكة الآخرين الذين أوقف 3 منهم، فيما يبقى 5 آخرين في حالة فرار، مع حجز مبالغ مالية معتبرة من عائدات الفعل الإجرامي، ميزان إلكتروني يستعمل في وزن المخدرات، هواتف نقالة تستغل في التواصل بينهم. الموقوفين 4 البالغة أعمارهم بين 35 و45 سنة، أنجزت ضدهم ملفات جزائية بموضوع تخزين ونقل وترويج المخدرات كيف معالج في إطار جماعة إجرامية منظمة، ليتم تقديمهم أمام القطب الجزائي المتخصص بورقلة.